يعاني المغرب من نذرة تبرع بالدم، ما جعل مهمة المستشفيات صعبة في الحصول على ما تحتاج إليه من دم أثناء العمليات الجراحية. وتعرف فترة الصيف وشهر رمضان من كل سنة انخفاضا ملحوظا في التبرع بالدم، نظرا للعطلة السنوية من جهة والخوف من التبرع خلال فترة الصيام. لذا وضع المركز الجهوي لتحقن الدم بمراكش برنامجا جهويا للتحسيس بالتبرع بمناسبة شهر رمضان. ما تعرفوا فالدم ما يمكن ليناش ناخذوه الا من الانسان، ولا ما كانش المتبرع حنا ما يمكن ليناش نقضوا الحياه نتاع المرضى والاخوان ديالنا. فهذه استراتيجيه مهمه، وهذا التبرع لا بروموسيون دي دون دو سون، يعني نحن تنتواصلوا مع السكينه باش يجيو يعطيو الدم ديالهم. عندنا قسم خاص في المركز الجهوي اللي هو مكلف، وعلى راسه واحد الشاب اللي هو تيشتغل مزيان تيشتغل مزيان هو والفريق كامل نتاع المركز الجهوي. عندنا الانتاج ديالنا السنوي مثلا ديال العام 2014 كيتقدر بحوالي 28000 كيس دم، والحاجيات ديالنا اللي هي يعني خاصنا نحققوها كل نهار يوميا هي ما بين 100 حتى 130 كيس تقريبا. شهدت عملية التبرع بالدم إقبالا ملحوظا خلال شهر رمضان لهذا العام، وتكتسي هذه العملية أهمية بالغة ارتباطا بجو الإيثار والعطاء الذي يتميز به الشهر الفضيل. هنا يخضع المتبرعون لبعض الفحوصات قبل الشروع في عملية التبرع للتأكد من قدرتهم على ذلك ومن موافقتهم للشروط الطبية اللازمة للتبرع. بعدها يتم توفير الرعاية الطبية لكل المتبرعين. هو السبب الاول والرئيسي بالنسبه لنا باش نجيو نعطيو الدم هو كاينين بزاف ديال المرضى في المستشفيات اللي محتاجين الدم. بصراحه خص كل شيء يكون قادر وعارف بانه راه كاينين شي ناس في السبيطار محتاجين. اليوم تنعطيو ما عرفناش غداش غادي يكون، نقدروا نكونوا حنايا وخاصنا حتى حنايا الدم. المريض كيحتاج الدم على طول السنه، هو ما عندوش العطله، اذا كانت العطله الصيفيه وفي الفتره ديال العطله الصيفيه هي فتره حرجه بالنسبه لنا التي يكون المخزون جد ناقص. المرضى راه ما عندهمش هذه الفتره هذه، دونك على طول سنه تنبغي نقول التبرع بالدم تيبقى لازم وفارض نفسه مادام انه كاينين مرضى اللي محتاجين لهذه النقطه هذه، واللي كدير واحد 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 نقطه تحول. راه رغم تنقول رغم التدخلات الجراحيه رغم العلاجات رغم المسائل اللي كدير طبيه، راه الا ما كانتش ديك النقطه ديال الدم راه تيكون فارق ما بين الحياه وما بين الموت. يعتبر التبرع بالدم من انبل الاعمال التي يقوم بها الانسان على الاطلاق، حيث يرمي هذا الفعل الانساني الى انقاذ حياه المرضى من الموت المحتم، وذلك بمساعده الاشخاص الذين يعانون من حالات مرضيه عصبيه، فضلا عن دعم التدخلات الطبيه والجراحيه المعقده، بالاضافه الى دوره الاساسي في انقاذ ارواح الامهات في مجال رعايه الام والطفل.